ايو ديما ديما مع الشاب محمد الشقوري عافيك عبدو اللي تسايو في خاطر خي مصطفى وكنيه الشقوري حاضر معايا وكيقول لك كل شي مسجل والحساب مأجل برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة تعنت الكاس راني في حالة معدب تشف الناس يعدرني غلي مجرب من اللي تخلص برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة تعنت الكاس راني في حالة معدب وتشف الناس يعدرني غلي مجرب من اللي تخلص خاطر خالي محمد وليد صلاح صغير ورا انصاف لا ما تنسالي خالي عزيز هو عدي زناف الخضرة غاشي زايو راه الدنيا صعيبة وفيها الهموم والبات على صحاب ساهر ما نشوف النوم وكي تقطع الحبيبة نسكر جنون وتصورها في شاشة التليفون برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة عنك تلكاس راني في حالة معدب وتشف الناس يعذرني غلي مدرب ملي تخلص خرجوا عليا بنة الجيل وداو ليا عقيلي وجلست هبيل وزايداني البلية بسهر الليل ودايما كان قاسي ودموعي تسيل برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة عنك تلكاس راني في حالة معدب وتشف الناس يعذرني غلي مدرب ملي تخلص وهدي من عند عبدو اللي تزيو صوت محمد الشقوري ومشيت الحباب مدر الراعي في بير مظلام وتم لقيت زوج وسألتهم على الحب والغرام وقالوا لي نعاودو لك بالعنوان ولا تجيب على هادشي أغنية يا فنان بقاو يعاودوا لي بقيت أنا حيران باغيين يجمعوا الشمل وخايفين يفرقوهم العديان يصوني عليها كل يوم ويقول لها حبيتك مانيشي ندمان وهي تبات تبكي ودموعها على خدها تجري دايرة ويدان وكتقطع ليه التليفون يقصد الغباوي بات هو سكران يصوني على القراب ويقول له جيب اللي كان هي نيران الحب في قلبها شعلة بلا دخان هو يبات يبرد الكية في الكيسان ولا يرجع للحومة ويدير الصداع يفيق الجيران ولا من عند محمد الشقوري كي يتمنى لكم الحب والحنان وما تتحفروا الاقبار وقتال حباب غافل ما جبت اخبار افوق جمرها تحرقت وطفت النار من بعد العقبة طويلة وقلبي صبار برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة عنك تلكاس راني في حالة معذب وتشف الناس يعذرني غلي مدرب ملي تخلص علاش الجرح يقول غيبي وهو يهواك كنت يا عارفاني نموت معاك ليه تقولي حبيبي قدام باك واش باغي شو ديري عقلك برمت جواني شعلتون عمر الراس وغي من درجة لدرجة عنك تلكاس راني في حالة معذب وتشف الناس يعذرني غلي مدرب ملي تخلص